محل تمارين صفحة 8، محل تمارين صفحة 8 عندنا التمرين 13 واي تساوي سالب اكس زائد 4. هنا قبل نسوي جدول ما عندنا اشكال، اكس بواي وهنا اكس واي، ونطق يمين يمنا مثل 0 1 2. اذا اعطينا 0 هنا هاي القيمة تنحجب تصير 0 وهي تبقى لنا بس 4، اذا النقطة 0 بـ4. واذا اعطينا 1 سالب 1 بموجب 4 اشارات مختلفة نطرح يبقى عندنا 3، يعني النقطة 1 بـ3. واذا اعطينا 2 سالب 2 بموجب 4 يعطينا 2، يعني النقطة 2 بـ2. ونمثلنا على محور الاحداث هذا سؤال 13 انتهى. نجي الى سؤال 14. سؤال 14 يقول واي يساوي اكس، ايضا هذا نفس السؤال السابق. وعندنا سؤال 15 يقول واي زائد اكس ناقص 1 يساوي 0. هاي نخلي الواي بصفحة وننقل الاكس للجانب الآخر، تغير إشارته والواحد أيضا يصير موجب، ونفس الحل السؤال السابق. عندنا سؤال 16 y ناقص x ناقص 3 يساوي 0، يعني هنا y يساوي إن x زائد 3، ونسوي جدول ونفس الحل السؤال السابق. عندنا هنا سؤال 17 واي ناقص 2 اكس ناقص 1 يساوي 0. ننقل الاثنين اكس والواحد للجانب الاخر، يصير عندنا 2 اكس زائد 1. نقلب اشاراتهم لان كانوا سالبة، ننقل يصير موجبة، ونفس حل السؤال السابق. وعندنا سؤال 18 اكس تساوي 5/2 سالب 5/2. هنا انتبه لهذا السؤال، هنا الواي ما هي، يعني اذا سوينا جدول هنا سالب 5/2 معناها سالب 2.5. هنا اذا سوينا جدول اكس بواي اكس واي، هنا الاكس قيمتها ثابتة، يعني ايش ما ناخذ للواي هي الاكس الثابتة، يعني الاكس بكل الاحوال 2.5 اذا اخذناها 0، وسالب 2.5 اذا اخذناها 1، وسالب 2.5 اذا اخذناها مثل 2. فالنقطة راح تصير سالب 2.5 فارزها 0، وسالب 2.5 فارزها 1، وسالب 2.5 فارزها 2. لأنه ممثلين على محور الأحداث. هسه هذا السؤال 18. سؤال 19. هنا الواي يساوي 0، يعني أكيد الأكس يساوي 0 أو 1 أو 2 إلى آخره. فهنا عكس المثال السابق، يعني الواي قيمتها ثابتة اكس بواي والنقطة اكس واي. فإذا أخذنا طبعا الواي بكل الأحوال هي 0 1 2 3، فراح يصير عندنا 1 بـ0 2 بـ0 3 بـ0. زين، ومثل حلها مثل ما حلينا بالأسئلة السابقة. هذا 19. إذا نشوف 20 x زائد y يساوي 0، مثلا نقلنا ال x الواي العفو نقلناه، ايش راح نحصل؟ تؤدي إلى x تساوي سالب y، ونسوي جدول اكس واي والنقطة اكس واي. مثلا اخذنا الواي 0 1 2
فراح إذا الواي صفر أكيد الأكس صفر، وإذا الواي واحد هنا تصير سالب واحد وهنا سالب اثنين، فالنقاط مالتنا صفر بصفر، سالب واحد بواحد، وسالب اثنين باثنين. هذا هو السؤال 20. نجي السؤال 21. واي تساوي اكس تربيع ناقص واحد. هنا انتبه شوية لهذا السؤال. هنا الاكس بيها تربيع، يعني شن تربيع؟ العدد ينضرب نفسه. هنا ما راح يصير خط مستقيم، راح يصير على شكل منحني. شلون منحني؟ مثلا عندنا هنا اكس واي، وهنا النقطة اكس واي، هنا نطقية من الاكس مثلا صفر واحد وسالب اثنين، نطيها مثل بعد موجب اثنين. هنا اذا اخذنا الصفر والربعة صفر ناقص واحد يبقى لنا ناقص واحد، واذا اخذنا الواحد والربعة واحد ناقص واحد صفر، اذا اخذنا سالب اثنين ربعها اربعة ناقص واحد ثلاثة، وهنا ايضا نفس الحالة ثلاثة، فتطلع لنا النقطة صفر بسالب واحد، وهنا واحد بصفر، وهنا سالب اثنين بثلاثة. هاي أعزائي الطلبة بنمثلها لازم تصير على شكل خط منحني وليس مستقيم. هذا فيما يخص سؤال 21 حلينا. نجي إلى سؤال 22. واي تساوي 2 اكس تربيع زائد 3. فهنا هم نسوي جدول نفس الحالة اكس واي اكس واي. هنا اذا الاكس مثلا صفر واحد اثنين ثلاثة، هنا اذا اخذنا الصفر هاي كلها تلغى تصير صفر، وبالتالي تبقى لنا بس الثلاثة. اذا اخذنا الواحد هنا عندنا تربيع وضرب، لازم التربيع قبل الضرب، فهنا واحد في واحد واحد، في اثنين اثنين زائد ثلاثة يعطينا خمسة، وهنا الربع اثنين اربعة، في اثنين ثمانية، وثلاثة احدعش، وثلاثة الربع تسعة، في اثنين ثمنتعش، وثلاثة واحد وعشرين. إذن النقطة صفر بثلاثة، وواحد بخمسة، واثنين بهدعش، وثلاثة بواحد وعشرين. زين، هسه خلصنا من حل سؤال 22. نجي إلى سؤال آخر. إذا أخذنا سؤال مثلاً ثلاثة وعشرين، السؤال السابق اللي حلينا 22، هسه سؤال 23 اللي يقول واي تساوي واي تساوي سالب ثلاثة اكس تربيع. نفس الحالة مال السؤال السابق، نسوي جدول وبعدين نمثل على المحور الاحداثي. اذا اخذنا الاكس صفر تعطينا صفر، واذا اثنين الربع وبعدين نضرب اثنين في اثنين اربعة، في ثلاثة يعطينا سالب اثنعش، شارات مختلفة نتيجة سالبة، وعدنا هنا اثنين بسالب اثنعش، وإذا أخذنا الثلاثة راح يطلع لنا هنا رقم كبير، تسعة في ثلاثة سالب سبعة وعشرين. نعم، وبعدين مثلنا على المحور الإحداث. هذا سؤال 23 انتهى. نجي إلى سؤال 24. سؤال 24، واي تساوي 2 اكس تربيع. واعتقد نفس الفكرة مال السؤال السابق،
راح ناخذ 0 1 و2، إذا 0 يعطينا 0، وإذا 1 يعطينا 2، وإذا 2 تعطينا 8، ونفس فكرة حل السؤال السابق. وإذا أخذنا 25، 4y يساوي لنا x تربيع. هنا لازم نتخلص من عامل الواي، نقسمه على 4، فراح يصير عندنا y تساوي x تربيع على 4. هنا نسوي جدول مثل ما سوينا بالسابق، x بواي x واي، نعطيها مثلا 0 1 2، فإذا 0 تطلع النتيجة 0، وإذا 1 يطلع 1 على 4.